أما الإخوان المسلمون الذين يصيحون بأعلى أصواتهم والجهاد في سبيل الله أسمى أمانينا أو كما يقولون، فنحن نقول لهم لقد مضى على دعوتكم قرابة قرن من الزمان وأنتم لا تزالون في مكانكم، كما نقول نحن في سوريا هناك تعبير عسكري مكانك راوح، يعني الضابط ضابط سرية لما يأمر الجيش بالسير بيقول إلى الأمام سير، فبيمشوا على النظام العسكري، ثم لما يريد أن يأمرهم بالوقوف بيقول مكانك قف، لكن لما يريد أن لا يقفوا جامدين إنما متحركين فيقول مكانك راوح، فهم لا يتقدمون ولا يتأخرون. هذا مثل الإخوان المسلمين، ذلك لأنهم لا جاهدوا ولا تعلموا وعملوا، فهم متخلفون جهادا مخالفين لدعواهم وعلما وعملا، لأنهم لا علم عندهم وحسبهم أنهم ينكرون على من يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة ويسمون ذلك خلق ودعوة إلى تفريق المسلمين. وأنا أقول كلمة صريحة، فعلا إن دعوتنا وهي دعوة الإسلام الحق هي تفرق، لأن القرآن يفرق، ذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل، دعوتنا تفرق بين الحق والباطل، بالتالي دعوتنا والتي هي دعوة الحق تفرق بين المحق وبين المبطل. وهكذا فعل الرسول عليه السلام حينما جاء بدعوته، كما يخبرنا التاريخ بأن الأب حارب ابنه والابن حارب أباه، كل ذلك في سبيل التمسك بالإسلام الحق. فإذا لا غرابة بأن تكون دعوة الحق في زماننا هذا كما كانت في الزمن الأول وفي الأزمان كلها مفرقة بين الحق والباطل وبين المحق والمبطل. يتغافل هؤلاء الناس عن نصوص الكتاب والسنة التي تقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون.